الكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم. الإخوان الذين التفتوا للضجة، الدرس ليس هناك، الدرس هنا، لا تصرف نظرك عن الدرس إلى ما تسمعه من ضوضاء أو ضجة، هذه ليست لك، يشغل بها أهلها أو إدارة المسجد. أن جيت هنا لتسمع غير الدرس أم جيت للدرس؟ للدرس. طالب العلم تعلقه بدرسه على قدر قيامه بآدابه، ومن جملة ذلك أنه جاء للمسجد لأجل الدرس فلا يتعلق بغيره. ولذلك فيما مضى بعض الدروس يحدث ضجة فلا يلتفت من في المجلس، لأنهم لا صلة لهم بها. وإذا تعلقت نفوس المتعلمين بكل واردة وصادرة تشتتت قلوبهم. ومن اللطائف أن شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله وهو في المسجد، تعرفون المساجد القديمة يعني سرحات وأماكن متسعة، فبينما هو في الدرس الضحى دخلت عليهم بقرة، وفي منطقة زراعية دخلت عليهم بقرة، وكان كفيفا شديد الذكاء، فأحس أن الحاضرين انصرفوا إليها فقام وترك الدرس، قام ترك الدرس تأديبا لهم، أنتم ما جيتوا عشان تدوروا للبقر، فأرى إنما جيتم لتحضروا له هو، فإذا انصرفتم عنه فاذهبوا إلى من صرفتم إليه. وهذه الآداب يستصغرها بعض الناس ويستعظمها، وربما أزرى على الداعين إليها لأنه لم يذقها، فهو لا يعرف معنى جمع القلب على الدرس، هو يرى أن العلم شتات معلومات، لا يرى أن العلم حياة قلب وزكاة نفس وطهارة روح وعبادة يتقرب بها إلى الله. فإن هذه المعاني إذا جالت في قلب أحدنا أدرك ما ينبغي عليه في مجالس الدرس، وأنه يقعد في هذا الدرس أمام عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، في تعلم دين عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، ليوم عظيم هو يوم القيامة. ليش تتعلم العلم أنت؟ أنت تتعلم العلم، هذا دين الله، وتتعلمه أمامك يوم عظيم. وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسألون. وماذا كان الطريق إلى تحصيل الجواب السديد عن السؤال؟ هو معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا أدرك هذه المعاني عرف قدر عبادة العلم، وعرف ما ينبغي أن يكون عليه طلابه، فحصل بذلك الخير الكثير لهم في الدنيا والآخرة. فطالب العلم لابد أن يحرص على هذه المعاني، ولا يركن إلى من يخذل عنها أو يراها تشديدا، لأن الداعي إليها لا يدعو لحق نفسه، هو يدعو لحق الله، يدعو لحق الله، يقرر بها توحيد الله وتعظيمه وإجلاله. الله عز وجل قال: وما قدر الله حق قدره، وقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فكل سبيل يؤدي إلى توقير الله وإجلاله مأمور به، ومن جملة ذلك ما تكون عليه حال العبد في عبادة العلم. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم. فقال: باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر. باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر.